السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. ياريت تتابعوني للنهاية ومتنسوش اللايك على الخبر عشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي ببني سويف. خبر المعانا بيقول أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم اتجاه القاهرة نطاق محافظة بني سويف، نقلتهم 4 سيارات إسعاف لمستشفى بني سويف التخصصي بمدينة بني سويف. واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كل من مصطفى محمد عبد الرازق 26 سنة مصاب بكسر بالفك السفلي، ومروة ناجح محمد 23 سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ربيع علي عبد المنعم 49 سنة وفاطمة علي عبد المنعم 40 سنة، مجدة مصطفى محمد 2 وعبد الله محمد احمد 2 وزياد محمد احمد 2 مصابون بجروح وكدمات متفرقه، ويوسف مصطفى محمد 2 مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، واحمد محمد عبد الرازق 38 سنه سائق مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد عبد الرازق عياد 66 سنه مصاب بجروح وكدمات متفرقه، جميعهم يقيمون بمحافظه القاهره، وتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى تحت اشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي. ربنا يشفيهم ويعافيهم. الى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناه عبير عامر، وخبر جديد ان شاء الله استنوني وحصري اول مره تسمعوه. فيا ريت التشجيع منكم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يصلكم كل خبر جديد، والى اللقاء.